How are you today, my students? I hope you very well. Today we want to talk about verb to do. اليوم رح نتحدث عن أفعال ال verb to do اللي هم do و does. هم عبارة عن أفعال مساعدة زي ال verb to be، لكن أكيد بحالات مختلفة بمعنى مختلف. هلا ال verb to do نعتبرها باللغة العربية بمعنى هل، بمعنى هل. رح نشوف كيف استخداماتهم، كيف التصريف للفيرب تو دو، متى بنستعملهم مع الجماعة، متى بنستعمل، شو بنستعمل مع المفرد وهكذا. هلا الفيرب تو دو بحالة المضارع، بحالة شو؟ بحالة المضارع، يعني بالبريزنت. In the present we have verb to do, do and does. Do and does. هلا do بنستعمله مع الضمائر أو الأسماء الجمع، الضمائر أو الأسماء زي he sorry زي you we they and does مع الأسماء المفرد والضمائر اللي هي he she it. وأكيد أخذنا الضمائر وراجعناهم مع بعض الأسبوع الماضي. أمثل عليها زي they do homework in the evening. They do homework in the evening. هون إجا do بفعل، يعني إجا زي فعل. أوكي زي فعل. وهون he does exercises، هو قام ب أعماله الرياضية أو مارسات الرياضية. هلأ نادر ما نستعمل verb to do كفعل أساسي في الجملة، دائما بيكون نستخدمه على الأغلب بشكل أفعال مساعدة. أوكي زي ما رح نشوف استخدام verb to do. لإحنا ليش نستخدم verb to do؟ ليش موجود باللغة الإنجليزية عند verb to do اللي هم do does وبحالة الماضي did؟ نستخدمهم عشان تكوين حالات الاستفهام والنفي. شو يعني استفهام للquestions والنفي اللي هو للنيجاتيف. اوكي هلا عند تكوين السؤال انا بيكون عندي شكل للقاعده، تكوين الجمله او مثلا شكل سوري شكل الquestion كيف بيكون؟ بيكون عباره عن do did does. اوكي بعدين بيكون في عندنا الفاعل، شوي ترتيب هون مختلف عن ترتيب، لازم يكون في عندي do did does بالأول، بعدين بيكون عندي الفاعل اللي هو يا إما اسم أو ضمير، بعدين المصدر أو نحكي عنه الverb. طبعا ليش حكينا عنه مصدر؟ لأنه إحنا بنرجع لحالة الأولى، يعني do و did و does ما بيقبلوا أي verb أو فعل يجي بعديهم معه زيادة، يعني ما بيقبلوا بحالة الماضي، ما بيقبلوا يكون معه إضافة، حتى أس ما بصير نضيف معه، تمام؟ فدائما do did does بأشبههم بالسكيورتي لعباب المول، اللي لما أنت بدك تفوت معك زيادة، معك كيس، مع إشي بياخدوه منك، بعدين بيسمحوا لك تدخل. فdo و did و does أي فعل بدي يدخل معاهم بالجملة ما بيسمحوا لي يكون معه أي زيادة، بياخدوا منه كل إشي وبيدخلوه زي ما هو، هو زي لما كان بالمصدر أو بكان بالverb 1 أو بالpaste form. أوكي اتفقنا على هذا الإشي. بعدين بيكون في عنا المفعول به أو تكملة الجملة، زي المثال اللي عنا التالي اللي هو do they play football؟ هل هم لعبوا football؟ هل الجواب بيكون يا إما yes they do أو no they don't. طبعا بالجواب أكيد رح نقلب السؤال، بنحط they بالأول بعدين do، وأكيد yes plus the comma. السؤال الثاني does، هون استعملنا does لأنه في عنا she. Does she like pizza؟ Yes she do. Yes she does. No she doesn't. وهذا بيكون تكوين السؤال. نيجي هلأ على تكوين الجملة. بدي أنا أكون جملة، لكن الجملة هاي فيها نفي نيجاتيف. أوكي وبما أنه أنا بدي نيجاتيف، فأنا بروح لعائلة do، ودائما بحكي لطلابي بحكي لكم أنه مثلاً عائلة دو هي عائلة غنية بتعطي أكثر من verb to be، فأنا لما أحتاج وما يكون عندي فعل مساعد بالجملة وبدي أكون سؤال أو أعمل نيجاتيف نفي في الجملة، فأنا بروح لدو أو did أو does عائلة دو الغنية. طب تمام خلينا نشوف تكوين الجملة كيف رح يكون. أكيد رح يكون عبارة عن، انسوا لي هذه اللي فوق شوي، هون أنا بدي أول إشي أحط الفاعل سواء كان اسم أو ضمير الفاعل، والverb to do مع not، هيها not أوكي مكتوبة لكن بالطريقة المختصرة، زائد الpaste form أو المصدر أو الفعل بحالة الأولى، بعدين المفعول به. هم لا يلعبون التنس، أنا بدي أنفي إنهم بيلعبوا. كمان مثال آخر، سارة doesn't like to drink orange juice. سارة لا تحب أن تشرب عصير البرتقال. أوكي طيب أنا الآن الفعل do
انتقلنا للماضي اللي هو الباست، وزي ما حكيت لكم ما رح استعمل دو ودز، رح اروح على ديد. ديد طبعا بتيجي مع المفرد ومع الجمع، يعني مع السنجولر ماشي ومع البلورال. اوكي، هلا انا بدي اكون سؤال question. اوكي، بدي اكون question باستخدام did، وانا عم بحكي عن شيء في الماضي. طبعا اتفقنا did نفس ما بيعمل do does بالفعل، بيرجعوه زي ما كان، مع انه انا عم بحكي عن اشي ماضي. مثلا did he go to school yesterday، هل هم ذهبوا الى المدرسة البارحة؟ did he go، مع انه انا عم بحكي عن ماضي، لكن انا go verb 1 ما حكيت went، لانه did ادت الغرض. did ما بتقبل انه يجي بعديها فعل مع زياده، فديد مجرد ما اشوفها معناته انا عم بحكي عن اشي ماضي، او بدي اسال عن اشي بالماضي رح استعمل did وليس do او does. اوكي، هل هو ذهب الى المدرسه؟ هل هو ذهب الى المدرسه بالامس؟ طبعا الاجابه بتكون يا اما yes he did او no he didn't. اوكي،